دعوني أرحب بضيف حلقتنا في هذه الساعة. ينضم إلينا الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق من عمان. دكتور محمود مساء الخير. لو بدأنا بما يجري في غزة، سنعرج لاحقا على جنوب لبنان. الآن 150 يوما منذ بدأ هذا العدوان، والمقاومة ما تزال تتصدى لهذا المحتل، تكبده الخسائر، بل وتبدو في لا تبدو مستعجلة، تبدو في أريحية من أمرها، إن حصلت هدنة فبها ونعمة، وإن لم تحصل فنحن مستعدون، هكذا تقول المقاومة، لقتال طويل. كيف ترون المقاومة بعد مرور كل هذه المدة منذ بداية العدوان؟ مساء الخير صالح، تحياتي لك ولمشاهديك. يا هلا بيك. يعني الحقيقة كما تفضلت، المقاومة بعد 150 يوما من القتال نجحت على مدار 150 يوم بأن تكون ندا قويا قادرا على أن يعطل ويعيق ويبطل ويوقع الخسائر ويفشل بكل معنى الكلمة إمكانية تحقيق أهداف إسرائيل للأهداف الكبرى العسكرية والاستراتيجية التي وضعتها لهذه الحرب. وحقيقة نحن أمام مقاومة استثنائية ومميزة بكل معنى الكلمة. ولعل آخر 10 أيام شهدت حالة نوعية جدا من القتال في المقاومة، بعد أن ظن البعض أن المقاومة قد تكون انتابها بعض الشعب أو بعض النفوس، لكن الحقيقة أثبتت أنها هي الأطول يدا والأكثر قدرة على إدارة العمليات بمقاييسها، والأكثر استهدافا والأكثر استدراجا للعدو إلى المربعات التي تريدها هي، وفعلا أن توقع بها الخسائر. ونحن نعيش الآن حالة واضحة من عدم اليقين ومن الذهول ومن النقوص ومن الارتباك ومن الاشتباك الداخلي الإسرائيلي بسبب هذا الانسداد الميداني الواضح الذي فرضته المقاومة في غزة. حقيقة بكل المقاييس نجحت المقاومة حتى الآن، لكن هذا يقابل أيضا نجاح إسرائيلي باهر ومتقدم جدا ومتفوق على كل أخلاق العالم والسماوات والأرض، بأن دمر كل ما أمكنه تدميره، وقتل كل من جاء بوجهه وجرحه، وحول الحياة في غزة إلى جحيم، لا بل إلى العدم من حيث إمكانية الحياة عليها. ومع ذلك أيضا يواجه بشعب غزي صابر وثابت وصامت ومقاوم بكل معنى الكلمة، بأساليبه أيضا وبوسائله وبحياته الطبيعية اليومية. دعنا نكون واضحين سيد محمود، وهذا لم يعد سرا على كل حال على المحتل. بالتأكيد شبكة الأنفاق هذه أذهلت الجميع بما فيها واشنطن، وكانت العامل الرئيسي ربما في إرهاق هذا المحتل وتمكين المقاومين من النيل من عدوهم. لماذا فشل المحتل بنظرك أمام هذه الشبكة من الأنفاق، والتي لا يبدو أنه اكتشف منها إلا أشياء بسيطة جدا؟ هذا صحيح، الأنفاق صالح هي أحد مقومات الاستراتيجية العسكرية للمقاومة، وهي بالفعل كانت تكاد تكون أنها هي الجسر الحقيقي الذي عبرت من خلال المقاومة في كل هذه النجاحات. السبب الرئيسي أن العدو حقيقة ليس متعودا على القتال في الأنفاق ولا الدخول إلى الأنفاق، هي أولا. ثم أن هذه الأنفاق تم تصميمها وهندستها بمقاييس المقاومة، من حيث أنواعها، من حيث أعماقها، من حيث مستوياتها، من حيث أشكالها المختلفة، المقتربات أو طرق التقرب للهجوم أو طرق الانسحاب في حال الدفاع أو طرق أو أماكن الاستراحة أو أماكن التخزين أو أماكن التصنيع. حقيقة هذا عالم كامل، وهم فعلا محتارين حتى الآن، لم نصل ولم يصلوا هم أيضا إلى مساحة أو طول هذه الأنفاق وفعلا أسرارها الحقيقية. حاولوا معها بكل الوسائل، حاولوا بالغازات، حاولوا بالمياه، حاولوا بالتفجير، حاولوا بالقذائف العميقة تحت الأرض 40 متر، ومع ذلك
نجحت المقاومة في أن تستوعب وتمتص هذا النوع من الهجمات وتعيد ترميم ما يمكن ترميمه أو ما يجب ترميمه، لكن كان عندها الكثير من البدائل في الأنفاق والكثير من عيون الأنفاق والكثير من نقاط الاشتباك من خلال الأنفاق، بالإضافة طبعا إلى الكمائن وعقد الاشتباك الأخرى التي موجودة فوق سطح الأرض بنفس الوقت. أعتقد القوة الأهم عند المقاومة صالح هي الإرادة والروح القتالية، والأهم من ذلك التصميم وفعلا الثبات على الهدف بغض النظر عن ما يحدث في غزة من قتل ودماء، لأنه هذا المحدث في غزة وحقيقة يعني المفروض أنه يعني يؤثر على المقاومة كونه أهلهم وقد يكونوا أبنائهم وقد يكونوا إخوانهم، لكن هم مع ذلك قيمة الهدف، القناعة العقيدية حقيقة بهذا القيمة العالية جدا بالعلاقة مع المبدأ ومع الخالق ومع القيم ومع الحرية ومع الحقوق، وهذا أهم شيء حقيقة تجاوزوا به كل ذلك وذهبوا باتجاه النجاح والتصميم على النجاح. الأنفاق جزء من استراتيجي صحيح، الأسلحة جزء من هذه الاستراتيجية أيضا، وأساليب القتال وهي الأهم. لعلك لاحظت بعد الفيديوهات أخ صالح كيف هذا المقاتل ما هي حالته المعنوية، ما هي حالته النفسية، ما هو هدوء، درجة هدوء، درجة تركيز، مفردات والتي يستعملها. أنت تتحدث عن مقاتل تحت الأرض يتحدث بمفردات قائد أم، وهذا حقيقة نادر جدا في المقاومات التي فعلا شهدناها في عبر التاريخ. صحيح كان في هناك قادة للمقاومات، قادة كبار صحيح، منظرين صحيح، لكن كل مقاتل يكون عبارة عن منظر وقائد حقيقة. المقاومة في غزة بكل مقاوماتها وكل عناوينها أثبتت أنها على قدر المسؤولية التي يتوقعها منها كل من يعتبر ويثبت في ذهنه وفي عقيدته أن هذا العدو الصهيوني لا يمكن دحره إلا بالقوة. نعم، بالانتقال إلى جنوب لبنان دكتور محمود، الحقيقة المقارنات عديدة، ما أشرت إليه الإرادة والروح القتالية والتصميم موجودة أيضا في جنوب لبنان لدى المقاومة هناك، مقاومة حزب الله، ولو لم تكن هذه الإرادة موجودة ما كان حزب الله ليشترك في المعركة، لأنه في النهاية المعركة هي معركة غزة، ولكنه رأى بأن المعركة أيضا معركته وتجرأ كما على خلاف طبعا ساحات عربية أخرى تغط في نومها كما يقول البعض، تجرأ حزب الله ودخل المعركة ودفع العشرات من الشهداء كان هو أو ضحايا مدنيين وصحفيين وكذلك حركة أمل. كيف ترون هذه الجبهة أيضا وأدائها مع وصول اليوم 50% من هذا العدوان؟ صالح أيضا حزب الله يسجل له بكل قيم عالية أنه بادر إلى الدخول في هذا الحرب من اليوم التالي لسبعة أكتوبر، وبدأ باشتباكات محدودة بدأت تتوتر وتزداد وترتفع وتيرتها يوما بعد يوم أسبوعا بعد أسبوع ضمن قواعد اشتباك محددة يعني غير مكتوبة لكن شبه متفاهم عليها بينه وبين العدو الإسرائيلي، على اعتبار أن الاشتباكات كانت عبارة عن قصف وقصف مقابل باستخدام مسافات جغرافية محددة وأيضا أقيسة وعيرة قتال معينة. تزداد الوتيرة بمرات بمبادرات إسرائيلية وأحيانا وكان أقل بمبادرة من حزب الله نفسه. في الأسابيع الماضية 3-4 أسابيع حقيقة شهدت هذه الجبهة توترات متصاعدة جدا. الجغرافيا عدمت المقاييس الجغرافية عند إسرائيل وذهبت إلى أبعد أعماق لبنان أكثر من 100 كيلومتر. رد على ذلك حزب الله بتجاوز إلى القواعد الأساسية 10-15 كيلومتر، وصل إلى 20 كيلومتر تقريبا، وبرضو أسلحة أكثر دقة وأكثر قدرة على التأثير وإلحاق الخسائر. فالفكرة أن الاشتباكات يعني بقيت في هذا الحدود وفي هذا المربع القصف والقصف المضاد جوا وأسلحة إسناد من قبل الإسرائيل، وغالب ردود بأسلحة أرضية من قبل حزب الله، ونادرا ما استخدم أيضا بعض الإمكانيات بالطائرات المسيرة ونجح في بعضها أحيانا. أيضا الفكرة أن حزب الله يقوم بواجب قتالي مناسب يتناسب جدا مع الهدف المعلن لدخوله في هذه المواجهة، وهي إسناد غزة.
يعني حزب الله لم يعلن أنه سيحرر أو سكذا، هو يساند غزة بمقاييس معينة طبعا أكيد في الخلفية في محور المقاومة، وفي قائد هذا المحور له مصالح وله رأي وله رأي، وهناك لبنان والداخل اللبناني والحكومة اللبنانية والشعب اللبناني، وأيضا له موقف وله ظروف وله وضع، وهناك أيضا يعني حسابات أخرى مرتبطة بالقوة العسكرية للمقاومة والحفاظ عليها. يعني أعتقد أنا الكل يريد من حزب الله مثلا يذهب بحرب برية ويفتح الحرب مثلا. صحيح. أنا أعتقد لا إسرائيل ولا حزب الله لها مصلحة أن تذهب برا، لأنه الطرفين فقدا عنصرا مهما للنجاح في الحرب البرية وهو عنصر المفاجأة، لأنه بحد مواجهة أرضية واضحة لا يستطيع أي طرف أن يفاجئ الآخر، وإذا كان هناك مفاجأة ستكون مفاجأة على مستوى تعبوي صغيرة لا تحقق نصراً واضحاً حاسماً. هي في الأصوات في الداخل دكتور محمود، واعذرني هنا أختم معك ربما بإمكانك الإضافة فيما أردت أن تشير إليه، في الداخل الإسرائيلي هناك تحريض الحقيقة للذهاب بعيداً في مواجهة حزب الله وتأديبه من ظفرين كما تقول الأصوات الصهيونية. ليس معروفا طبعا في جنوب لبنان هل أعد حزب الله شبكة أنفاق كما الحال في غزة، هل أعد نفسه لحرب ربما واسعة وشرسة، ولكن كيف ترون المشهد إذا رفض المحتل مثلا، بدأت الهدنة على في غزة مثلا ورفض أن يوقف القتال فيما يتعلق بجنوب لبنان، كيف ترون السيناريو حينها؟ صالح الدكتور محمود استمعت السؤال اعتقد. لا نعم، انت تسال عن هل يعني اول حدث عن جزئيه ان رغبه اسرائيل لتوسيع الحرب اكثر والذهاب الى حرب واسعه مع حزب الله، هذا موجود، هذه حقيقه موجوده، لكن الرغبه هذه مبنيه على احتمال ان تجر ايران الى هذه المواجهه بحضور امريكي واضح، بحيث تتحول الحرب الى مواجهه امريكيه ايرانيه، وهذه هنا حقيقه ليست في صالح ايران ولا تريدها أمريكا حتى الآن، ما هذا ما هو معلن. وأن كنت أنا أعتقد في آخر أسبوعين وتبدو أمريكا وأنها باتت تتقبل هذه الفرضية، باتت تتقبلها، لأنه التسريبات عن القوة النووية الإيرانية وهذا التعنت والصمود الإيراني أو الصمود الحوثي في البحر الأحمر والمقاومة الشديدة وعدم قيام إيران بأي دور لكي تقلل أو تكبع هذا الجماح هذا التغول الحوثي في البحر الأحمر الذي تعجز حتى أمريكا وبريطانيا عن لجمه أو منعه، حقيقة جعل أمريكا قد تكون موافقة على هذا النوع من التطور. هلا حزب الله مرة ثانية ليس له مصلحة أن يغادر مواقع الدفاعية ليهاجم لأنه لن ينجح، لكن حزب الله بالتأكيد هو لمعركة دفاعية مهما كان مستواها هو 100% جاهز، لديه أنفاق ولديه مواقع ولديه ملاجئ ولديه كل شيء. حزب الله عنده إمكانيات أكثر بكثير مما في غزة، حزب الله عنده انفتاح كامل على الخارج هنا من وله الإمدادات والمساعدات وحتى البيئة المحلية حقيقة بيئة يعني مفتوحة وصالحه، وهو مسيطر على أرضه يعني بكل معنى الكلمة، فهو جاهز عملياتيا أن يواجه إسرائيل، وأعتقد هذا هو الحذر وهذا هو التردد الإسرائيلي، لأنه جربوا حزب الله في 2006 وكان حزب الله أقل مما هو عليه الآن بكثير حقيقة في 2006، وإسرائيل لم تكن قوتها أقل مما هي عليه الآن، إسرائيل نفس إسرائيل، لكن حزب الله كثير ارتفع مستواه، عنده قوات أرضية، عنده أسلحة مختلفة، عنده أسلحة أكثر دقة، أكثر قدرة على التدمير، أكثر مسافات، عنده تكنولوجيا، وبرضه عنده إيران في ظهره، هذا موجود كمان يعني يجب أن لا ننسى. طيب سؤال بسيط دكتور محمود اعذرني يعني أريد أن أضيفه الآن، على الأقل وفق متابعاتك يعني كم استخدم حزب الله منذ بداية هذا العدوان إلى الآن من قدراته، يعني بالنظر إلى كل هذه الإمكانيات التي أشرت إليها؟ لا نسبة غير لا تحسب، يعني أنا متأكد أقل من 2% 1%، يعني نعم. إسرائيل تحدثت أنه استخدم 1000 أو 2000 صاروخ، إسرائيل تحدثت هكذا، أقل التقديرات أن حزب الله يمتلك أكثر من 150,000 صاروخ، يعني لو اشتعلت الحرب ستكون جبهة ساخنة بالفعل وتكون جحيم على إسرائيل حقيقة، لكن أيضا جحيم على لبنان في نفس الوقت، وهذا
وهذا ربما ما يدفع حزب الله للتريث. قد يكون هذا احد العوامل، بالتاكيد عامل مهم جدا، لكن الاهم من ذلك حزب الله لا يعني لا يبحث عن التدمير فقط، يبحث عن النتائج، يبحث عن مصير معين. واقعيا هذه الحرب بالدار الان هي حرب غزه، هي حرب 7 اكتوبر، هي حرب الطوفان. فكل النتائج راح تكون مجيره لصالح الطوفان بالتاكيد، وقد يكون هذا عامل مهم موجود في الحسابات. يعني هذه يعني اي حرب يجب ان يكون لها اهداف، ولا يجوز ان تتبع اهداف الاخرين. فهنا هي برضو مهمه جدا، بالحسابات موجوده، لكن الاهم صالحنا. تذكر تماما القرار بالتوسع الكامل من طرف اللبناني حزب الله، حقيقه بايد ايران اكثر ما هو بايد حزب الله. حزب الله صحيح عنده مناوره، عنده مساحه معينه لاتخاذ قرارات ويدافع، هذا حقيقه وهذا حقه وهذا ما في حد يقدر ينقش عليه، لكن ان يذهب الى حرب مفتوحه ويهاجم بشكل مفتوح ويستخدم كل اعتقد هذه معركه يجب ان تكون شامله ومنسقه بين كل اعضاء او فرق محور المقاومه بطريقه تؤدي الى نصر واضح لهذا المحور. اعتقد الظروف الان غير مواتيه من وجهه نظر التخطيط والمنهجيات العسكريه الطبيعيه. الدكتور قاصد محمود، نائب رئيس هيئة الأركان الأردني الأسبق، كنت معنا من عمان، نشكرك جزيل الشكر.